بحلقة اليوم من أوتو فوكس رح نتعرف على الفورد فوكس فور دورز هاتشباك، كل تفاصيلها بعد لحظات، خلوكم معنا. بيسنا نرحب من فوليك اوتوموتيف وكلاء فورد بلبنان بمستر سامر خوري. كيفك سامر؟ كيفك؟ مش اول مره اكيد معنا اوتو فوكس، دائما سيارات الفورد موجوده لتاكد انه سيارات بشكل كثير حلو بتكنولوجي كثير عاليه كمان ومواصفات ان جنرال عم تكون كمان على هاي ستاندردز. اليوم معنا فورد فوكس فور دورز هاتشباك، سياره كثير حلوه باللون الاسود، بعرف اللون الاسود قد ايه بحبوه بلبنان. خبرنا ديتيلز بدايه عن الشكل الخارجي للسياره. بين الجريل عليك السياره اليوم اتس جيرمان بيلت كار فورد فوكس، سياره رياضيه، سياره بيعملوا فيها رالي، بطولة عالم الراليات. اليوم التكنولوجي اللي فيها از ا فيري هاي اند تكنولوجي اند ذس از سمثينج فورد بيركزوا كثير عليه، يعني وان اوف ذا بيلرز تبع فورد هي سيفتي والتكنولوجي. شغالين كثير على السيفتي تبع السياره وعلى التكنولوجي تبع السياره. يعني صارت اليوم فورد المانيه، صارت مصنعه بالمانيا. نعم. فورد شيء امريكيه بس مصنعه بالمانيا. فينا نقول كم سياره كمان يعني المانيه واكيد من اصول امريكيه. امريكيه هون عم نطلع على شيب، عم نطلع على الاضويه من ورا كيف مغيرين، عم فيها سنسورز، الاكزوست مغير، ودائما اهم شيء هو اللوجو تبع فورد كيف عم بيكون، عم نحكي بالشيب من برا كيف مبين وكيف مشغول عليه، والايروديناميك ديناميز كله سوا فيها. بيسكلي من برا كل اللاين تبعها اشتغلوا تكون كثير ايروديناميك السياره. صحيح، حتى المصابيح الخلفيه داخل فيها كمان انحناء رائع جدا على الزوايا وجاي اكبر ومبينه اكيد على سايد فيو للسياره. كمان عم تشتغل على 17 انش الو ويل، عندك اشارات على المرايه. بيسكلي هول هن ال ان جنرال. كمان عندنا شغله مهمه كثير، الازاز الامامي كثير عريض، انحناء حلو كثير، قعدتها من جوا كمان بس تقعد فيها من جوا السياره عاليه، يعني مش قاعد بسياره ما عم تقشع مع انه كبيره وطويله شوي من قدام، كاشفه كثير، كاشفه كثير، يعني عم تقشع كل الكورنرز تبع السياره. اند ذس سمثينج فيري امبورتنت، هذا الشيء واضح من ورا الازاز الامامي العريض جدا كمان انحنائه المميز. وبنرجع نشوف كمان مره جديده نظره اخيره على الفرونت فيو مع الجريل العريض مع المصابيح الحلوه، كثير سبورتي الجريل تبعها، التقسيم من تحت كلها كيف مشغوله، فيري اجريسيف لوك على سياره. يعني فورد فوكس كشكل كثير حلوه. بنتقل هلا معك سامر لنشوف اكثر السياره من الداخل. تعالنا على داخل الفورد فوكس، عم نشوف تابلو كمان الديزاين تبعه قد ايه حلو، الفيتاس قريب كثير كمان سامر للتابلو، بيريح اكثر يمكن السايق عم بيسوق، بلس الشيفت هي على الفيتاس. واهم شيء بالفيتاس انه اليوم صار فول اوتوماتيك ترانزميشن 6 سبيد 6 سبيد فول اوتوماتيك ترانزميشن، فيري نايس، وكثير قريب، وبشكل انه اللي عم بيسوق منه عايز يحرك ايديه كثير يضل عامل فول فوكس على السواقه. هيدا اهم شيء، هيدا وان اوف ذا بيلرز تبع فورد، يعني هي السيفتي وهي التكنولوجي. بذات الوقت اليوم عندك يو اس بي هاب، عندك بلوتوث، عندك ام بي 3 بلاير، ام بي 3، عندك الديركسيون ادجستبل، فور واي ادجستبل، وشكله رياضي كمان، شكله سبار، وكل شيء كنترولبل من الويل تبع السياره، يعني الفوليوم، اذا مثل ما عم تقشع هيك على الطرف في مثل ما بنشوف كمان اكزاكتلي. عندك في عندك اربع اير باكس بالسياره ناحيه السيفتي، على ناحيه السيفتي عندك الهيل لانش اسيست اللي هو اذا طالع بطلعه وشلت اجرك مش دغري بتوقف السياره بتهديها لترجع تقلع لما تكر لورا. عندك الكترونيك ستابيليتي كمان بالسياره، يعني باختصار فيها كثير تكنولوجي السياره، فيها امور كمان منعوزه بحياتنا اليوميه مثل ما قلنا بلوتوث ويو اس بي وغيرها، والقعده فيها عم تكون مريحه جدا وكثير سبور. مع ان السياره كثير سبور لوك وسبورتي، انت قاعد فيها الفيجن تبعك قعدتك عالي، الفيجن عم تقشع كل الكورنرز تبع السياره، تضلك سايق مرتاح، يعني منك عايز تتعرض عم تتحرك لاذا عم بتصف لتقشع الكورنرز تبع السياره. ننتقل هلا لنحكي اكثر عن المحرك الموجود في السياره اليوم.
تابعين حديثنا مع سامر عن الفورد فوكس. صار وقت تحكي عن المحرك سامر. محركين او محرك واحد السياره موجوده في اليوم؟ في عندها محركين، عندك ال 1.5 ايكو بوست اللي هو تيربو انجن، وعندك ده بيولد تقريبا بيولد 150 حصان، وعندك الفيرسيون مثل السبار اللي هي 1.5 بتولد 180 حصان. هيدي عم نحكي الاوتوماتيك، الفول اوتوماتيك ترانزميشن. هلا اهم شيء بالسياره واهم شيء بفورد هو اليوم مش سياره غير سياره، هو الافتر سيلز. الافتر سيلز اليوم اهم شيء وقت تشتري سياره تكون مرتاح مع الافتر سيلز. And this is something كافوليك اوتوماتيف اللي نحن بارت اوف توتال جروب وي ستريس ا لوت اون ات. يعني اليوم الجراجات تبعنا فيري هاي اند، التكنيشن تبعنا سوبر، عاملين تريننج. بتوصل السياره ما عندك مشاكل، 5 years warranty 100,000 كيلومتر، غير اذا اشتريت الافتر سيل سيرفيس اللي هو كمان ما بقى ناخذ باكج مع تاخذه في تاخذه باكج مع السيارة. اكيد بالديل، فقره الديل الاخيره راح تكون معنا. ايكو بوست بخبرنا شيء عن ايكو بوست. هو موتور تيربو انجن لتصغر عدد السلندرات وتقوي التورك بالسياره. سو كل العالم، واهم شيء الفيول كونسامشن عم تستفيد كمان وايكو فريندلي. يعني اليوم وقت تخفف صرف بنزين عم بتكون عم تروح اكثر على الايكو سيستم، وعم تعطي تورك اعلى بالسياره. اذا عندك تورك اعلى عندك عزم وقوه وموتور بيكون اجريسيف اكثر اكيد مع سيستم التيربو الموجود بالسياره. صار وقت نعرف هلا شو البرايس الموجوده في السياره اليوم بالسوق اللبناني. يعني مواصفات حلوه كثير للفورد فوكس، بالشكل، بالداخل، بالمحرك. سامر حتى مثل كنا عم نحكي كامل بالافتر سيلز، عاملين باكج كثير حلو بينضاف لاسعار السياره، وواحد رايح راسه على 5 سنين من هالناحيه. خبرنا اليوم ستارتنج برايس السياره. ستارتنج برايس اليوم صار باوتو فوكس لفتره مش كثير كبيره محدوده $15,000 صارت السياره. $15,000 فيري نايس. سو عم تاخذ سيارة بكل هالمواصفات، بكل هالسكيورتي، بكل هالتكنولوجي، جيرمان كار، امريكان تكنولوجي ب $15,000. كثير منيح. ما بعرف وين فيك تشوف هالسعر. سعر منافس جدا صحيح. في عنا عم تيست درايف. ساعة اللي بتكون تطلع عنا على الحزمية، في عنا بروفيشنال سيلز كونسلتنت، وبرملة البيضاء عنا بروفيشنال سيلز كونسلتنت بيعملوا لك فول تيست درايف. يو ويل فيل ذا كار، يو ويل درايف ذا كار، وبعدين إذا فيك ما تشتري. تكل حادث حديث. شكرا على وجودك معنا سامر بحلقة اليوم، نشوفك أكيد بحلقات مقبلة، مشاهدينا بكره سيارة جديدة بأوتوفوكس أكيد على MTV، إلى اللقاء.